الفريق الأولمبي فريق جديد ولأول مرة راح يشارك، وطبعاً ما تم تجهيزه نهائي، على أساس كنا ما بدنا نشارك. فعندما كان في تحرير كشوف اللاعبين الفرق اللي ما بتشارك اضطرينا أن نشارك، وجمعنا الفريق قبل بيوم فقط. وهلأ كمان في مشكلة عنا واجهناها، أنه في لاعبين لسه ما معهم أسماء، ما مرفوعة وما كذا، ما بيحق إلا تلعب، اضطرينا أن نخلي 5 لاعبين خارج السكور، ورح نلعب بالفريق اللي موجود عنا. وإن شاء الله الأولاد قد المسؤولية ورح حقوا نتيجة كويسة، وكلهم أسماء لامعة وكلهم لاعبين خلقانين بنادي الطليعة ومتربيين فيه، ورح يلعبوا له الشعار هاد ويحققوا الفوز اليوم ويجيبوا 3 نقاط بإذن الله. زين فوز. حتى الأول دقيقة ما في داعي لا تحسكوا لا شيء، التحفيز موجود، إذا ما أنا موجود من الداخل ما أنا موجود. فوز جيب 3 نقاط، أول 3 نقاط دول جيبون وتمشي.
شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء نحن شفت يعني كلاعبين نزلنا نحن الدوري الأولمبي إجا متأخر، يعني إجانا فجأة، نحن ما عندنا معلومات عن أي فريق بالدوري. نحن نزلنا حذرين بالشوط الأول أو الربع ساعة حيث ما نقرأ فريق الخصم نقاط قوته ونقاط ضعفه، بعدين قدرنا نقراهم بسرعة وتحولنا. انت شفت بعينك مجريات المباراة، يعني المباراة لازم تطلع بهدفين وثلاثة لأنها محققات، بس الكرة سبحان الله فريق عم بيلعب بيأدي ما عم بيجيب جول، بالأخير اللي ما بيجيب جول بده ياكل جول، بس للأسف يعني ضربة جزاء ضربتين جزاء لأنها ما صفرهم، ضربة جزاء يعني ما بتصفر صفرة. هارد لك لفريقنا ومبروك لنادي الوسبة، بس بتمنى من جميع اللاعبين تكون درس لإلهم هاي، لأنه اليوم اللاعبين نزلوا شايفين حالهم شوي وكلاتهم ما كانوا قدر المستطاع، بتمنى لهم الرجوع لعقلهم شوي مشان يعوضوا المباريات الجاية إن شاء الله، لأنه هن اللاعبين جيدين إن شاء الله، بتمنى التوفيق لهم بإذن الله.